موجز الأخبار من قناة الغد المشترك، أهلا بكم. صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 13 لسنة 2022، وقضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائبا عاما للجمهورية اليمنية، وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. هذا ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي بقرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائبا عاما، وأعرب المجلس الانتقالي عن أمله أن يكون هذا القرار فاتحة لمزيد من القرارات والخطوات الهادفة لإصلاح وتفعيل مؤسسة القضاء وتعزيز استقلالية السلطة القضائية. دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ الأطراف إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس للمحافظة على الهدنة والوفاء بالتزاماتهم ضمن القانون الدولي لحماية المدنيين. وقال في بيان صادر عنه إنه سيعمل مع الأطراف ضمن الآليات التنسيق التي أسست لها الهدنة لخفض التصعيد ومنع الأحداث وحلها. وأوضح المبعوث الأممي أن اليمن شهد منذ بدء الهدنة انخفاضا ملموسا في حدة القتال، رافقه انخفاض في عدد القتلى أو الضحايا بين صفوف المدنيين. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن موظفا متقاعدا في اليمن توفي في معتقل تابع للميليشيات الحوثية. ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان أن عبد الحميد العجمي لم يكن على اتصال بأسرته خلال الأشهر الستة الأخيرة من حياته. وقال برايس إن الولايات المتحدة لم توقف جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفيها اليمنيين في صنعاء، طالبا ميليشيات الحوثي بالإفراج عن الموظفين الأمريكيين الحاليين والسابقين المعتقلين. اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على نشاط وأوضاع ميناء عدن والجهود الجارية حاليا لتأهيله بقدرات مؤسسة الموانئ الذاتية. ووجه رئيس الوزراء لدى ترأس اجتماع ضم وزير النقل عبد السلام حميد بالتسريع بإنجاز تطوير وتأهيل ميناء عدن وتجاوز التحديات والصعوبات القائمة للنهوض بدوره الاقتصادي والتجاري على الوجه الأمثل. وأكد عبد الملك على التنسيق مع هيئة الشؤون البحرية لتفكيك وإخراج السفن المتهالكة من محيط ميناء عدن بشكل عاجل. تواصل الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية بوتيرة عالية مشروع توزيع كميات جديدة من السلال الغذائية لمديريات ساحل تعز بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. ووزعت إنسانية المقاومة الوطنية وبحضور قيادة السلطة المحلية ومسؤولية الوحدة التنفيذية سلالا غذائية مكتملة في مديرية موزع، شملت النازحين في مخيمات الحجير والهاملي وعددا من الأسر الأشد فقرا في قرى نجار والمهررة والفقيه والثمارة والوادي والغيث والدفيف. نهاية الموجز، شكرا لكم، إلى اللقاء.